ما راح يكون يعني تقييم من لجنة اللي وضعها الوزير خصيصا باش تحاسب هذا الاتحادات واش قدموا بناء على الاعانات اللي عطينا لهم ونراحوا هذه الاعانات، لانه سمعنا وجهات نظر الرياضيين وسمعنا المسؤولين وغدوه راح يجتمع المدربين وبالتالي راح يديروا مقاربه وراح كما يقولوا نضع النقاط على الحروف في كل حاله.